السلام، مرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة لافي. كيف متعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم باش نحكيو على مشاركة رئيس الجمهورية قيس سعيد في جنازة مراسم دفن المرحوم أحمد المستيري، اللي هو من أكبر المناضلين في تونس ومن أنظف السياسيين في تونس. أي نعم، الله يرحمه وينعمه. هاك الناس نظيفة تخلي وراها كان دعوة الخير. حضر رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر اليوم الأحد 23 مايو 2021 بمقبرة بسيدي عبد العزيز بالمرسى مراسم دفن المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم أحمد المستيري. وأبنى رئيس الجمهورية فقيد تونس وعدد خصاله ومناقبه، وتوقف على ما تميز به من حس وطني عالي وثبات على المبادئ وتفاني في خدمة البلاد والذدود والمصالح. يعطيه ألف صحة والناس الكل تشهد بالشي هذا. وتحول رئيس الجمهورية أثر مراسم الدفن إلى منزل الفقيد، أين قدم واجب العزاء لعائلته. نقول له إن شاء الله ربي يرحمه ويغفر له، والناس الكل تدعي له بالخير والباهي يخلي وراه كانت على الخير. ما تنسيوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس، ونقول لكم باي باي.